قدمت الفيدرالية التشادية لكرة القدم قدمت مستلزمات ومعدات رياضية لصالح 8 أندية رياضية نسائية لكرة القدم. تفاصيل الخبر مع ديغا محمد الحاج. تجهيزا للبطولة الوطنية لكرة القدم النسائية بالعاصمة جمينة ولأجل دعم ومساندة الفرق الرياضية، قدمت الفيدرالية التشادية معدات رياضية لصالح 8 أندية رياضية نسائية بالعاصمة، وتمثلت المعدات في زي رياضي وأحذية ومستلزمات رياضية بالإضافة لظروف مالي لكل نادي. وأثناء الحفل تحدث ممثل رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم فتي دقة، أوضح إلى أن تقديم المعدات الرياضية ودعم الفرق الرياضية تدخل ضمن خطط واستراتيجيات الفيدرالية التشادية لكرة القدم للسماح للفرق من الإعداد المبكر والجيد وبالتالي إنجاح البطولات المحلية والإقليمية. عقب ذلك جرت مباراة استعراضية جمعت بين فريقي سيكيس وإسبوار ديميل. بهذا الخبر الرياضي ننهي على الأخير، أشكركم على حسن الانتباه والمتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه.